ايوه مضبوط عليك، هذا هو نفسه. اصبر وين؟ لازم الهوست بعد هو اللي يسويها، انت حتى لو رقيت ما تقدر تسويها. اللي يعني تفعل البرج قصدي شغله، لازم انا الهوست، انا مرسل لك. لا ايه انا اللي مرسل لك. يس بس خلينا نشوف في لا حنجمع مع بعض ذولي، لكن الاشياء هذولي اي شيء يفعل. اي تروفي ذولي تاخذهم مع بعض، كل شيء مع بعض. وين الرقية يا اخي؟ ما ادري. ايه مع بعض. واستثناء الحيوانات كل واحد ياخذها. فيه الكنوز. ايه وش ما ادري. مهمات اللي تبع القصة لعبناها انا وباسم مع بعض. ناظر يمديك؟ يلا اجل قبل غلط كان، اجل مضبوط كل شيء مع بعض. فاعل يا معلم. حجري واحد. هذا منطق. ايه فيه زي الكنوز. مسدس اللي معاك هذا اللي انت شاريها صغير، اعطاني اياها ببلاش الحين. لا الثاني غيره. صغير مو بالسهم. ايه هذا اعطاني اياه هذا. شوف الحين نبي ننط، واذا نطيت تضغط ال 3 ثم اذا قربت الارض تضغط اكس الباراشوت توقع. عرفت انت؟ ما شريت البدلة؟ طيب شوف الزبلاين هذا هو عندك. الحين نروح للبياع نلقاه يتمشى ونشتريها لك سهلة. انا بطب يلا. شوف شلون اطب. ما اشوف شيء. قبعت بالسرة. فتحتها بسرعة لان بغيت اموت، قبعت بالسرة. طيب خلينا نروح البياع. وين البياع؟ اي تقدر تذبحني. طيب خل نروح. وفي هذه ما تقدر الا تاخذها بالحالك. شوف الحين اللي نبي نروح لما جربنا نركب مع بعض، بس ما تقدر. واحد بس اللي يركبها. اي اركبها. وش سويت؟ سويت يا ذكاء. اي طاحت. شوف الحين اذا نطيت. شوف انا خليك تراقبني. اذا نطيت الحين استخدم البدله والبراشوت. شوف ايش بسوي. شوف رحت بعيد. تبي البراشوت؟ شوف تمشي. جايك. مشكله ما يمديني اجي. خلاص وقعت. طير يبينا نروح البياع عشان بواجد اذا اماكن مرتفعه تنزل بسرعه ما تحتاج تمشي. خلينا نشوف البياع وينه. اصبر دقايق. وين البياع؟ في حل واحد الان اسويه اسرع شيء. ايه
ايه ايه ايه يعني الحين بنروح بسرعة. سويت فاست ترافل. ايه 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 تيجي معي. وين البياع تلقاه؟ البياع موجودة هي مع الأسلحة. خبرها اصبر هذا اعطاني اياها. اي تلقاها شيف اللي بالوسط باي وكاستمز اللي بالوسط ادخلها باي. اي تلقاها اخر واحدة يمين شوفها. لا 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 ب25. لا لا احنا لقيناها ببلاش لاني فتحت وش اسمه وش يسمى البرج. كل ما تفتح برج يعطيك بلاش على أسلحة. آخر عني الكاش. كاش كاش. طيب اي شكلك على هذا. شريت البدلة. طيب حلو. باي هاني دقيقة جالس اضبط السلاح. ايه 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 يبيع لك الاشياء اللي تنباع. الاشياء اللي ما تنباع يخليها عندك. مضبوط هو يضبط نظامه اسرع. شوف اسلاح زيك شوف سويت فيه هذا. اسلاح صغير. لازم برا. اعطاني تروفي قبل شوي. خل ايه اسلاح صغير هذا اخذت له ناظور ثم خليت له لونه ذهبي اعطاني تروفي عليه. وين ما اقدر. خلينا بنطلع عن القرية هنا اقدر اطلع صح بعد. روح منطقتهم. ايه طلع الحين شوف شلون هذا حطيته ذهبي. حط له ناظور بس غريبة ما جاء ناظور بس اعطاني تروفي عليه. انت يمكن اذا سويته ذهبي يعطيك تروفي. ما حطيته ذهبي انت لونه. ما ادري والله يمكن سويت شيء ثاني. ايه جرب البدلة راح. يلا يا السنة دي ال 3. ايوه يا سلام حركات. اي لانك استعجلت بالبرشوت يبي لك تطول بذولي. ايه تطول اخبرها ما بزي كذا سهلة. شوف هنا هنا في ذولا خلنا نجي عندهم. ايه نساعدهم. لا باقي واحد وينه. قضوا عليهم بعد. انت وانا اقول من هو هذا اللي يقضي عليهم مثلا انت. يمكن. طيب طيب خلينا نروح الحين لما وين الهاستج هذا. ايه طيب شو 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 الحيوان هذا ابيه انا. هذا الكلب ابيه. يلعن شكله ذا. ايوه باطة قوي قوي مرة ذا خايس. على وش اي باخذه بس ليش. اوه مليان عندي دقايق. انا ما سويت قبل شوي. خذ اجدع اي شيء ما بي هذا كذا. ايه ما شفته انت.